بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. سريعا كده على طول هنتكلم مع حضراتكم عن العجلات المونبليار وحلاوة العجلات المونبليار والعجلات الهولشتاين وحلاوة العجلات الهولشتاين، ميزات وانتاجية في اللبن عالية جدا 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 بفضل الله رب العالمين. حاجة بسم الله ما شاء الله، ما فيهاش ولا كلمة ولا حد ينفع يقول كلام عن العجلات ديت، لان العجلات ديت اعلى انتاجية في الاضرار، اعلى انتاجية في انتاج اللبن، اعلى انتاجية في اي صفة من صفات الحليب. حاجة بسم الله ما شاء الله ولا كلمة. بالنظافة وبالاهتمام تلاقي عندك كل اللي انت عايزه من العجلات النظيفة واللي تقدر تنتج لك اعلى معدلات البان بفضل الله وبمشيئة الرحمن. لو انت حابب تكون عندك العجلات النظيفة ديت تتصل على ارقامنا 012-744-75979 او الاتصال على 010-11-56-86-27، وتعالوا بينا نقول العجلات ديت بتدي انتاج لبن قد ايه. بتدي انتاج من 30 ل 35، وبتوصل لحد 50 كيلو لبن في الحلب. لكن العجول ديت ما بتديش التحويلات ديت الا اذا كلت مظبوط وشربت مظبوط واهتميت برعايتها. وموجود هقول لكم سريعا، موجود عجلات عشر ورواخي ووالد. حاجة بسم الله ما شاء الله، بتبدأ أسعارها من 95,000 جنيه، بتبدأ أسعارها من 95,000 جنيه معاك لحد 105,000 جنيه. وربنا يا رب يبارك لصاحب المال وصاحب النصيب. وسارع لأن العجول دي نظيفة جدا. سارع بالاتصال على أرقامنا زي ما قلنا لحضرتك، وما تنساش تتابعنا على صفحتنا وعلى قناتنا، قناة محمد إبراهيم في مجال الثروة الحيوانية. بنتمنى لحضراتكم التوفيق. كان معكم محمد إبراهيم، وبتمنى لكم النجاح وبتمنى لكم التوفيق. وما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو عشان يوصلك ويوصل لغيرك. كان معكم محمد إبراهيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.